السلام عليكم. اليوم جبت لكم لوبيا اليابسه اللي كامل الناس تعرفها، وكل واحد والطياب تاعه. عندي اللوبيا اللي هنا راهي منفخه، ها هي. نديرو زيت نص كاس تاع لاتاي، نديرو الثوم جوج ولا ثلاثة تاع الصوص، عندي فلفل كحل، عندي فلفل حمرا، عندي الكمون، عندي مغرفة تاع طوماطيش تاع قابسة كبيرة، عندي مغرفة تاع الملح. دروك نروحو نمرقو. نديروها طيب، وعندنا الكرفس، نبلعوا عليها ومن بعد نعاود نولي لكم. ولينا لكم، نحلو على اللوبيا تاعنا، هي اللوبيا تاعنا طابت. دروك نديرو الحار، انا ندير فيها حبيبة بطاطا كفو. حنا الجزائريين كلشي بالبطاطا، خطينا البطاطا هاهي. حبيبة زرودية، حبيبة لفت، نخلو البطاطا تاعنا طيب ونعاودو نوريلكم. رانا وليناكم، ها هي اللوبيا تاعنا راهي وجدت، ها هي راهي طابت، ها هي بالبطاطا، ها هي جربوها. ان شاء الله تكون عجبتكم هاد اللوبيا، ان شاء الله غيوا بصحتكم. شهية طيبة.